السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من توب 10. اليوم بنتكلم عن 10 ألعاب ضخمة نتوقع ظهورها في حدث الإنسايد إكس بوكس اللي راح تستعرض فيه مايكروسوفت مجموعة من ألعاب الجيل القادم لجهازها الإكس بوكس سيريس إكس. هذه الألعاب ما راح نرتبها بأي ترتيب معين، لكننا متحمسين لهم بشكل كبير وحبين نشارككم حماسنا. في المركز العاشر، رينبو 6 كوارنتين، لعبة شوتر تكتيكية تابعة لسلسلة توم كلانسي رينبو 6، وتعتبر الجزء 14 من هذه السلسلة، والأحداث فيها مستقبلية وبتعطيك مهمات لكل فريق اللي بيتكون من 3 أشخاص. العمل مع بعضهم مهم حتى يتخلصون الهجوم الزائد من مخلوق طفيلي يهدد البشر. اللعبة تم كشف عنها في E3 2019، وفيها ميكانيكيات عديدة مأخوذة من لعبة رينبو 6 سيج، وراح يكون فيها نفس الأوبريترز مثل ألا وفيجل. اللعبة مقرر لها بأن تصدر في سنة 2020 أو 2021. في المركز التاسع، تيلز أوف أرايز، لعبة مغامرة وأكشن من تطوير فريق نامكو باندي. الفريق اللي يعمل عليها فيها أشخاص عملوا على نسبة كبيرة من أجزاء السلسلة القديمة مع مطورين جديدين عليها، والهدف في هذا الجزء هو إنعاش السلسلة وبنفس الوقت تطوير سلسلة تيلز العريقة، وهذا هو أول جزء في تاريخ السلسلة راح يستعمل محرك أنريل 4. أحداث هذا الجزء تدير بين العصور الوسطى في عالم داهنة والعصور المتقدمة في رينا، اللي فيه سكان عالم رينا المتقدم يأخذون الموارد من داهنة ويعاملون سكان هذا العالم القديم كعبيد. في المركز الثامن، فاينل فانتسي 7 ريميك. الحلقة الأولى من لعبة الأكشن آر بي جي فاينل فانتسي 7 ريميك نزلت على البلايستيشن 4 بشكل حصري مؤقت، وحققت نجاح ضخم لكل من سوني وشركة سكوير إينكس، لكننا نعرف بأن بعد مرور فترة راح تنزل اللعبة على البي سي، وغالبا مايكروسوفت ما راح تفوت الفرصة، وممكن نشوف اللعبة على جهاز الإكس بوكس سيريس إكس بشكل محسن وبحلة الجيل الجديد مع شوية إضافات تخلي من اللعبة أفضل من نسخة البلايستيشن 4. في المركز السابع، The Elder Scrolls 6. في E3 2018 بثيزدا أنهت مؤتمرها مع إعلانها الأول للجزء السادس من سلسلة The Elder Scrolls، وجاء وعدى E3 2019 والشركة ما تكلمت عن هالجزء، لكن خلال مقابلات مختلفة وضحوا أن تطوير هاللعبة ماشي تمام. مع قرب حلقة Inside Xbox اللي بتكون مركزة على استعراض ألعاب الطرف الثالث لجهاز الإكس بوكس سيريس إكس، في احتمال كبير بأننا راح نشوف عرض جديد للعبة خلال هذا الحدث. في المركز السادس، Battlefield 6. فريق دايس عمل على التحديثات الأخيرة للعبة Star Wars Battlefront 2، وفي 2019 ما أعلنوا عن اللعبة، لكن EA صرحت بأنهم إذا نزلوا لعبة باتلفيلد في 2020 على الأجهزة الجديدة هذا ما راح يخلي اللعبة والفريق في طرح طموحهم للجزء السادس من اللعبة، ووضحوا بأنها راح تنزل في السنة المالية 2022، يعني اللعبة بتصدر من بين 2021 أبريل ومارس 2022. حتى الآن ما حددوا أيضاً الحقبة الزمنية لقصة اللعبة، لكن احنا موقنين بان اي توجه ياخذونه فريق دايس و اي اي بيكون مذهل بصريا على الجيل الجديد. في المركز الخامس، غوثيك، وهي لعبه اكشن ار بي جي من انتاج شركه تي اتش كيو. الاصدار الاول للعبه نزل في سنه 2001، وكان النقاد معجبين بقصتها وطرق التفاعل العميقه بينك وبين شخصيات اللعبه. مثل العاب الار بي جي راح تنهي كويستات وتقتل وحوش حتى تجمع نقاط لترفع مستواك، بحيث تقدر تصير مقاتل بالسيوف محترف وتستعمل سيفين او تصير متخصص بالسحر. فريق تي اتش كيو اعلن بانهم جاهزين يشتغلون على ريميك اللعبه في اخر شهر من سنه 2019، وبنفس الوقت نزلوا ديمو ممتاز للريميك على منصه ستيم. في المركز الرابع، Watch Dogs Legion. هذا الجزء الثالث من سلسلة Watch Dogs، وأحداث اللعبة بتكون في مدينة لندن ومصممة بنظام ألعاب العالم المفتوح، وعلى عكس ألعاب السلسلة القديمة بدل ما تتحكم بشخصية واحدة فهذا الجزء بيخليك تتحكم بعدد مختلف من الشخصيات، بشرط أنك تخليهم ينضمون إلى الليجن حقك. تقدر تخلي غالبا أي شخصية تشوفها تمشي في عالم اللعبة تنضم لك وتتحكم فيها، بشرط أنك تكلمهم وتساعدهم في مهمة معينة. كل شخصية تنضم لك لها خلفيتها ومهاراتها الخاصة، هذا بيخلي قصة اللعبة ديناميكية، أن المحادثات راح تفرق من بين الشخصية للثانية. إذا أحدهم قتل وانت تلعب فهذه الشخصية راح تختفي للأبد من العالم ولا تقدر ترجعها أبدا. في المركز الثالث، أساسنز كريد فالهالا، لعبة الأكشن آر بي جي من تطوير يوبيسوفت مونتريال، وهي الجزء 12 الأساسي من سلسلة أساسنز كريد، والعشرين لو حسبنا كل الأجزاء الجانبية. أحداث قصة هذا الجزء تحكي عن غزو الفايكنج لبريطانيا. اللاعب يتحكم بشخصية إيفور اللي فجأة راح يطيح بين مشاكل الأساسنز والتمبلرز. أسلوب القتال في اللعبة تم تغييره حتى يصير يدعم القتال بسلاحين بنفس الوقت مثل ماسكك لفأسين. هذا غير أن اللعبة ما راح تعتمد على نظام التلفيل بشكل كبير، وراح تركز أكثر على مهاراتك في شجرة المهارات اللي راح تختارها كل ما تتقدم في اللعبة. اللعبة لها أكثر من سنتين ونص تتطور، وطورها نفس الفريق اللي عمل على جزء Assassin's Creed Origins، وهذا الجزء الجديد بيكون من إخراج أشرف إسماعيل. في المركز الثاني، Dying Light 2، لعبة النجاة وأكشن وآر بي جي من تطوير الفريق البولندي Techland. أحداث هذه اللعبة تكمل للجزء الأول وبالضبط بعد 15 سنة من أحداث الجزء الأول، لكن راح تلعب ببطل جديد اسمه Aiden Caldwell.
مثل الجزء الأول البطل الجديد متمرس في حركات الباركور، ولكن المطورين حرصوا بزيادة عدد حركات الباركور اللي يقدر ينفذها اللاعب، بحيث ضاعفوا عدد هذه الحركات مرتين. عالم اللعبة في الجزء الثاني بيكون 4 أضعاف عالم الجزء الأول، وبعض القرارات اللي تختارها في أحداث القصة ممكن تقفل منطقة كاملة في اللعبة أو تفتح لك منطقة جديدة. في المركز الأول سايبربانك 2077، طبعاً هذه أكثر لعبة متحمسين لها، وهي اللعبة الوحيدة اللي لها موعد إصدار وراح تصدر في سبتمبر 17 هذه السنة، مع أنه ما تم إعلان عن نسخة الجيل الجديد للعبة، إلا أننا متأكدين بأنها راح تتوفر على أجهزة الجيل الجديد. اللي ما يعرف اللعبة فهي من تطوير فريق سيدي بروجكت ريد، واستعملوا فيها محركهم الخاص ريد إنجين 4. هذه اللعبة بتكون ضخمة ويعمل عليها حوالي 5000 شخص، على عكس سلسلة The Witcher فهي بتكون لعبة تصويب على RPG بالمنظور الأول، وبتلعب بشخصية اسمها V اللي تقدر تعدل فيه أي شيء تبيه من شكلها العام إلى الخصائص الدقيقة مثل ذكائه وسرعة ردات فعله. واضح أن فريق CD Projekt Red بيقدمون حرية كبيرة في تخصيص شخصياتك وتقديم عالم مذهل مثل ما تعودنا عليهم. هذه كانت 10 ألعاب الجيل الجديد اللي نتوقع ظهورها في حلقة الإنسايد إكس بوكس في شهر مايو. شاركونا بالتعليقات بالألعاب اللي تتوقعون نشوفها هناك. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.